مشاهدينا وصحة رمضانكم. مرحبا بكم في عدد جديد من فقرة أحوال المرشي. اليوم مشاهدينا رانا داخلين في الأسبوع الثاني لشهر رمضان الكريم، ولكن رانا نشوفوا في تزايد مستمر لأسعار الفواكه. إذا نزلنا إلى أحد الأسواق الجزائرية وحبينا نعرفوا الأسباب ونعرفوا حيثية الموضوع. يلا تبعوني. اولا السلعه راهي ناقصه، باس سيزون تاع بدات تخلص تشينا، تسمى يجي الفاكهه واحده اخرى على هذيك اللي غاليه وسبه تاع رمضان ثاني. ورانا نقولوا احنا راهي من الفوق، كل واحد يقول صحاب الكرو صحاب الكرو صحاب يا راهي كاع رانا نسالوا فيها. كيفاش خويا قلتي؟ سلعه ما سلعه ناقصه دوك باغ اكزومبل كيما الفريزه، الفريزه راهي وحدها في السوق والطالب عليها بزاف، فهمتي؟ لو كان كاين الدعم، كاين كيما نقولوا شهر رمضان كاين الدعم والناس الدعم قال زعما كيما نقولوا يدخلوا شويه سلعه تاع لامبورطاسيون حاجه اللي تعاون، فهمتي؟ دوك كيما دوك هذيك ديبيت سيزون كيما الخوخ مازال ما دخلش راهو غالي، المشيمشة هذا وين بدات تدوق راهي غاليه، التمر راهو في لي نورم كيما العوام اللي كانوا، كيما الفريزه هذا العام هبلت، فريزه 30 درهم 35 درهم، من المستحيل المواطن يقدر يشري الفريزه. مع هذا كله اسكو كاين اقبال تاع الناس؟ اسكو تشوف باللي الناس مازالوا يشروا كيما ناقصه ما يشروش شاري ما يشروش الحاضر دي فوا ما كاش البيع كاع يديك، الناس ما تقدرش تشري. الناس يا حليل انت واحد شهر شهر يدي 3 ملايين في الشهر، ما تقدرش يشري تفاح ب 70000 ولا مشي مشاب ب 40000 ولا تمر ب 50000، ما كاش الناس يا حليل داني حنا يا حليل والناس يا حليل. صح اخويا رانا نشوفوا الاسبوع الثاني من شهر رمضان نشوفوا انه الفاكهه راهي في تزايد مستمر، صح؟ واش رايك في هذا الموضوع؟ الفاكهه بحد ذاتها نعم. صح الفاكهه بون كاين بيريودا لا سيزون تاع الفاكهه الخوخ ماهوش داخل، تما دا وين دخل الخوخ سي اوتوماتيكمون يدخل غالي. دلعنا ناكلوا تاع اللي سار تاع بيوت بلاستيكيه كما يقولوا، فهمتي؟ ماناش ناكلوا حاجه سيزوني في وقتها، سي بور سا تاكليها غاليه. صح زعما التفاح كيما قبل كنت نهضر مع سيد قال لي راهو 50000 الكيلو، علاش مع الكري راهو تاع الجزائر؟ اي بيان سور خاطش هذاك التفاح تسمى خباوه في الشتاء للصيف، فهمتي؟ والتفاح في الصيف ما يدونيش بزاف، ما شو 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 كاع يتبدلوا من كي فاهمه، تسمى 50000 ناس دير به الحمل حلو شغل محتمه كي فاهمه اختي. صح وشنو هما الفواكه اللي طلعوا؟ احكي لي على بانان والفريزه لحم بابك فريزه كيما هكذا ب 32000 عيب، هذه كانت ربي في وقتها ب 7000 10000 تفاح تاع بانانا طرون 2000 ويبيع البري تاع السوق، وكان يحب يبيع البري تاع ماشي السوق ما يبيعوش طرون 2000. دلع شحال راهو؟ دلعوا 18000 دلع نقولوا هذا وين بدا نقولوا 18000 الكيل تفاح 50000 يلحق حتى ل 35000 تاع بلادنا. صح حكينا شويه رانا نشوف الاسبوع الثاني تاع رمضان نشوفوا انه الفواكه خاصه الموز الفريز وغيرها نشوف فيها راهي في تصاعد مستمر. صح اولا الفواكه ماشي وقتها هذه حاجه الاولى، الفواكه باش تب لازم سخانه لازم سميشة حوالي 15 يوم ولا 20 يوم تعود كل حاجه في نورمال، هذه حاجه نورمال ماشي حاجه اللي فهمتي لمن يرجع لهذا الصعود يعني هذا التزايد؟ الاحتكار يحتكروا بزاف السلعه، روحي الفريكوات نورمال الدوله تلعب الرول تاعها، تروح تحل الفريكوات تشوف واش كاين الناس اللي محتكره تفاح تشينا كاع. وشنو هي الفاكهه اللي كيما نقولوا طلعت بزاف؟ كاع طلعوا ماك حتى حاجه اللي ما طلعش. احكي شويه على الفواكه. مشي مشي البارح خرجت ولا غير الكلاب ما ياكلوهاش فان سامين عيب عيب عيب. البانان شحال راه؟ البانان هو طلع السمانه اللي فاتت، السمانه اللي فاتت كانوا يبيعوا فيه فان شامي. يبيع فيه بسوم الجبنه باطل. نحن.